يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح مستمعي راديو روتانا ومشاهدي عمان تي في. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح. هلا شوفوا، ما عشان بس نعطيهم رهوف الباك جراوند، هلا احنا بالعاده بنقول انه مثلا ست صبيه عم تتعرف على شب، بعدين بتقول له خطبني. مزبوط، تطور الطبيعي لحق الساعه، انا الاوان، حان الوقت. صح. فامبارح انا طرحت عندي سؤال على انستغرام، قلت سؤال للاذكياء فقط. قالت ليلى لأحمد تعال اخطبني. السؤال ببساطة، ماذا فعل أحمد؟ توفى أحمد، الله أخذ أمانته. أحمد فكح أحمد. لا لا ما بدكم اسمعوا، الصبح أنا قاعدة عم بكتب الإجابات، رهف دموع. بدعوا 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 طبعا، ولا حدا قال انه راح خطبها. اكيد اكيد، اصلا اذا احمد فيه خير وبتع راح يقولها بس تهدى الاوضاع، هذا كبيره. بس هذا احمد هذا برضه مفقود مفقود. هاتوا اعطيكم هيك مجموعه من الاجابات الاوليه. قدم طلب لجوء لاوروبا، هرب، فكح، ذهب ولم يعد. سؤال صعب ليس له اجابه. جاري البحث عن احمد، خطب بنت خالته، اختفى في ظروف غامضة. الانسحاب التكتيكي، توفى جده للمرة الخامسة. بلكو عنده خمسة جده. غلاها أحمد. أحمد غلاها، غير رقم تليفونه أحمد. أحمد طلع من الشبكة، ترك أورنج كلها للشركة تماما. فماذا فعل أحمد؟ إذا عندكم إجابة رنوا علينا. ماذا فعل أحمد؟ حضرها، غير رقم تليفونه. قال في واحد قال لي إذا أحمد زلمة خطبها. صح صح، لأن الرجولة هي أنك تكون قد كلمتك، فإذا أحمد زلمة خطبها. بتعرفي هذيك المرة إشي نقاش هيك مع مجموعة من الأصدقاء، فعم نحكي على قصة أنه كيف الزلام، أنا بقول أنه بس الزلام بيغيروا رأيهم، فواحد صفان قال لي الأولاد بيغيروا. مزبوط. رأيهم. الذكور بيغير الذكور. رأيه الذكور بيغيروا آرائهم. لما واحدة تقول لواحد وبعدين شو يا أحمد تعال أخطبني، ويفكح أحمد. أحمد ولد. صح. في واحدة كتبت قالت خطبها وتجوزها وعاشوا بسعادة، بعدين أمها صحتها من الحلم وخربت عليها أم السولافة. أنا حتى انبسطت على الحلم، إذا أنا اللي ما إلي دخل انبسطت. إب أحمد شمع الخيط. كثير بحب هذا المصطلح الأردني، شمع. أحمد ركض ويحكى أنه للآن عم بركض. رن أحمد رن. عود يا أحمد عود. أحمد قالها بس تهدى الأوضاع. طبعا أكيد أحمد قالها أنت بتستاهلي واحد أحسن مني. صحيح، بس هاي الكذبة محروقة صارت. لا أحمد خلص قديم خلص. نزل أبديت أحمد قديم. واحد كتب أين أنت يا أحمد أنا لا أراك. أين ذهبت يا أحمد؟ أين ذهبت يا أحمد؟ أحمد إذا طلبت منك تخطبها، يعني شوف كمان في شغلة نقولها للبنات، إذا هو ما كان جايب لك سيرة لا شو بدنا نسمي أولادنا، ولا بكرة بس أعرفك عماما، ولا بكرة بس الخطط المستقبلية، إذا ما كانت واردة بالعلاقة، كمان أنت عايش يخطب؟ يعني ما هو يعني ما هو ما وعد، ما قالكش، ما قالش حاجة، ما جابش سيرتي. أحمد ما قالك إشي. يعني أنا سؤال الأذكياء فقط، صبية بتعرف أحمد، قالت لأحمد، يعني بيعرفوا بعض على نية الزواج، قالت له أحمد تعال أخطبني، ماذا فعل أحمد؟ رهف. شوفي رهف، رح احكي لك اياهم اللي اذا بتستوقفك وحده قولي ستوب. اوكي ماشي. قالها نحفان نسيت الموضوع. قالها ابشري ذيبك انا وهي وجه الضيب. قالها انت بتستاهلي سيد سيدي، زم كندرت وطار. قالها انت مثل اختي، فلفليله ما فلها حدا قبله. الرقم المطلوب غير مبرمج في الشبكة. قالها قولي تفاح، هذا المستخدم غير متاح. حلوة هاي كتير حلوة، استعملي قصة التفاح لطيفة. أحمد قالها والله هذا أنت بتتحمليش مزح. هذا أنت معكاش معك جد بالنهاية. قالها الحالة تعبانة يا ليلى، خطبة ما فيش. قالها تمام ما في داعي كل سبع سنين تذكريني. أنا هدول المخدين وقتهم. مش طبيعي جماعة اللي
لا وانت هو ملحق عليه، الحق عليك اللي انت مضيعه مستقبلك مع احمد. انتي. 17 سنه ولسه ما خطبك. بقول لك قد ايه صار لكم مع بعض؟ والله بعرفه من ال 91. طب وبعدين لسه عم بجهز اموره. اي امور بتتجهز يا يعني ما حطوا ضريبه على الكهرباء، على سيارات الكهرباء، وانت لسه ما خطبتي. اخر شيء بقول لك الهريبه ثلثين المراجل. صح 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 صح